أنتم تسمعون في 90 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، شكرا على المتابعة. نستقبلوا ضيفتنا اليوم في 90 دقيقة الأستاذة إيمان قزارة عن هيئة الدفاع عن الشهيدين. مرحبا بك أستاذة. يعيشك، تحية ليك وتحية لجميع مستمعي ومستمعات إذاعتنا. شكرا ليك اللي جيت بحذينا أستاذة. الندوة الصحفية قبيلة جت فيها معطيات جديدة وأيضا تواصل لمعطيات كنت أعلنت عليها في الندوة اللي قبل. التوجيه الاتهام رسميا لراشد الغنوشي بالاعتداء على أمن الدولة. الناس اللي تابعت الندوة الفارتة شافت أن هيئة الدفاع عندها في الملف المعطيات التي أدلت بها للتوصيف باش يوصل اليوم التوجيه الاتهام رسميا لراشد الغنوشي، لكن أنت زيد تعطينا تفاصيل. شكرا خلود. هي في الحقيقة ندوة اليوم جاءت لتوضيح بعض المسائل المتعلقة بتداول المعلومات حول تحجير السفر اللي كانت الحدث الأخير معناها اللي تابعوه الشعب التونسي الكل، وحبينا نأصلوا المسألة ونفهموها ونوضحوها. إنه اليوم يوم 24 مايو 2022 تم توجيه الاتهام بشكل رسمي لراشد الغنوشي و17 شخص آخر من قيادات حركة النهضة من أجل تهم الاعتداء على أمن الدولة، الحصول وإفشاء أسرار من سر الجيش الوطني، القيام بدل الهيئات الحاكمة، استغلال النفوذ والروابط معناها الروابط الحقيقية للحصول على مزايا وغيرها، وقانون المعطيات الشخصية. هذا المعطى الرئيسي اللي حبت هيئة الدفاع اليوم تقوله، واللي هو يرجع قرار هذايا راهو صادر عن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس، راهو ماهوش عن قاضي التحقيق بمحكمة ريان. هذا قرار صادر عن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بناء على شكاية قدمت بها هيئة الدفاع لوزيرة العدل نهار 14 ديسمبر 2021، وقت اللي صارنا البلوكاج اللي عملوا بشير العكرمي لتحسين راشد الغنوشي ومجموعته من التتبع القضائي، واللي حرمونا طيلة 3.5 سنوات من الولوج إلى القضاء ومن حق التقاضي. اليوم واصلت هيئة الدفاع معركتها لأنه شكاية ترجع تاريخها ضد راشد الغنوشي لأكتوبر 2018، وفي نهار 31 ديسمبر 2019، وبعدك الحملة متاع أحفظ ولا حيل والعركة اللي خاضتها هيئة الدفاع والمحاماة التونسية والضرب اللي كليناه في وسط المحكمة والندوات الجهوية ومساندات اليوم نوجه تحية للمنظمات الوطنية اللي وقفت مع هيئة الدفاع في حملة أحفظ ولا حيل. وقتها بشير العكرمي اضطر لفتح تحقيق لأنه الملف ناطق بالإدانة، لكن اختار المتهمين وحصن راشد الغنوشي من التتبع لأنه جاء في ما يخص وسكت لحفظ لحال. أستاذة الوكيل العام اللي تتحدث عليه هو نفسه اللي رفض من الأول عاود المرة هذه، هو نفسه اللي شكروه وقت اللي رفض لسبق التعهد شهرين التالي وقت اللي أحالت له. وإحنا خاطر إحنا شنو البلوكاج، إحنا من وقت وإحنا نعانيو في البلوكاج هذا، نمشي لوكيل جمهورية لأنه الإحالة تصير من نيابة العمومية، نمشي لوكيل جمهورية ريانة يقول لك لا مانيش مسؤول، تمشي لوكيل الجمهورية نتاع تونس يقول لك مانيش مسؤول والملف مش قدامه. هذا صحيح يعني مش مختص بلوكاج مش مختص. هذا كيفاش تم توظيف الوقت؟ لأنه فما عقل استراتيجي مضاد خطط لها الحكاية وحصن راشد الغنوشي. اليوم احنا وقت اللي شفنا وزيرة العدل قاعدة تحيل في شكايات وتفعل في الفصل 23 في العديد من الشكايات، قدمنا احنا بيدنا وشافت هي بالأدلة وأحالت على الوكيل العام. الوكيل العام من الأول رفض في جانفي وقال فما سبق تعهد. شو معناها؟ معناها السيد راشد الغنوشي ديجا محال في القضية، وش عمل؟ أحال الوثيقة هذيك لمحكمة ريانة. ريانة جاوبته قالت له راه ولا مش محال، ما عنديش ما يفيد اللي هو محال. دونك وعملنا ما لاحق، يعني معركة إجرائية خاضتها هي الدفاع منذ ذلك الوقت. في ماي 2022 قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس
هو نفسه راهو اللي كانوا يشكروا فيه الاستقلال القضاء. علاش نحب ناكد على الموضوع التوظيف؟ تعرف انه اغلب التوانسه مهتمين بالملف هذا ويتابعوا في اعمال هيئه الدفاع، ويمكن مرات تكثر عليهم المعطيات القضائيه والاختصاص وعدم الاختصاص. باش نلخصوا الموضوع اليوم، هل هيئه الدفاع مازال عندها نفس المشكل هذاك نتاع انه فما طرف قضائي، هيئه قضائيه تقول انا مانيش مختصه، وانتم كي تمشيوا لمن ترتأون أنه مختص يقولكم لا؟ هل تفضلت المشكلة هذي؟ مازالك تحلت بعد 3 سنوات ونصف، مازالك تحلت تخي بيان. دونك اليوم ضمننا حق التقاضي في تونس، وأخيرا والحمد لله ضمننا حق التقاضي في تونس بعد معركة متاع 3 سنين ونص، بعد ما زرنا أكثر من شطر ولايات تونس باش ضمننا حق التقاضي، بعد ما تحلنا احنا 6 من أعضاء الدفاع على التحقيق ضمننا حق التقاضي، بعد ما تمت هرسلتنا بجميع انواع الهرسله اللي الممكن المعروفه، وبفضل مساند التوانسه الاحرار والمنظمات الوطنيه ضمننا اليوم حق التقاضي. بقى مشينا لجوله اخرى اليوم، اللي هي اليوم المواجهه القضائيه. اليوم المفروض باش يقع حل الملف، باش تقع سماعات، باش تقع استنطاقات، باش تقع تسخير، باش تقع اذا كان فما ادله ادانه بطاقات ايداع. اليوم وقت اللي اصبح توجيه الاتهام حقيقه قضائيه، والنهضه تعرف حجم المعركه اللي خاضتها هيئه الدفاع وشنو عمل بشير العكرمي في هذا الملف، هاي تستبق في الحدث ويركزوا على تحجير السفر. تحجير السفر راهو قرار جاء لاحق لتوجيه الاتهام، قرار جاء بعد ما وصل للملف كاملا لقاضي التحقيق بمحكمة ريان، قرار شمل 34 متهم في الملف، ماهوش راشد الغنوشي وحده. إيه شنو نعملوا؟ نستثنيوا راشد الغنوشي ما نحجروش عليه السفر باش ما يقولولناش ما فماش توظيف سياسي؟ نرجع معك بعد الفاصل أستاذ أيمن قزارة، لو كان تسمح باش نفهموا لماذا تحجير السفر تراو أنه إجراء مهم ومهم جدا في علاقة ببعض الأسماء اللي هي تتهموها مباشرة في الجهاز السري، وعلى ما يبدو ناس ما تعرفوش عليهم وين هربوا اختفوا. ونرجع بعد الفاصل. 90 دقيقة مع خلود. مرحبا بكم الكل، ضيفتنا إيمان قزارة المحامية وعضوة هيئة الدفاع عن الشهيدين. نحكيو على إحالة راشد الغنوشي و17 شخص، لا 34 متهم في المجمل في الكل في قضية الجهاز السري وموضوع تحجير السفر. إيمان قزارة، اللي صار عليه حديث كبير في علاقة بأنه حركة النهضة ما فهمتش علاش، في أنه ما فهمش علاش أنه اليوم يقع هذا القرار القضائي في علاقة براشد الغنوشي والناس اللي معه. لكن اليوم في الندوة متاع هيئة الدفاع سمعت أنه فما أسماء مذكورة في الملف، وأسماء مذكورة عندها برشا، وطلبت أنها تحال مباشرة على القضاء، اختفت. أي هو قرار تحجير السفر خذيه قاضي التحقيق المتعهد بالملف في محكمة ريانا منذ تعهده بالجزء الأول بال16 الأولاني، معناها منذ فيفري 2022، حجر في 16 شخص تحجير السفر، وذا قرار قضائي وقاعد يتمارس على التوانسة، معناه يصدروا فيهم القضاة تونس يصدروا فيهم، وبرشا رجال أعمال اليوم ممنوعين من السفر بموجب قرارات في تحجير السفر. وين الإشكال؟ شنو اللي مش قانوني صار اليوم في الملف؟ عطيونا الأثار متاع التوظيف السياسي في اتخاذ قرار تحجير السفر. ليش اليوم شمل 34 متهم؟ وهذا تدبير احتراسي، ولأنه ثبت أنه فما متهمين كما مصطفى خضر ما همش موجودين، ما نعرفوش أن أسكو غادروا البلاد التونسية أم لا، لكن مختفيين، ما جاوش للاستنطاق. رضا الباروني كيف ما نعرفوش المقر متاعو، ما عندهم 3 سنين ونص ويقولوا عنا ثقة في القضاء وما عندناش حتى مشكل، وهذا الكل أكاذيب وهذه ادعاءات واهية والكل. تفضلوا سيدي، المواجهة الحقيقية بدأت اليوم، بدأت الحجة بالحجة والدليل بالدليل. هات وريونا فاش كذبنا عليكم، هات وريونا ما يثبت عكس اللي قدمناه، هات ما يثبت عدم صحة اللي قدمناه. أما هاك تخبيتوا في جحوركم، هاكم مشيتوا تحت عباءة التوظيف السياسي باش تتخباو. شنو يحبوا؟ كيما القاضي السابق اللي خبى الملف قعد عام،
وعديد الفرضيات. نقعد ونتخمن، واحد يقول هدوه، والاخر يقول غرقوه بالملفات باش ما يخدمش، والاخر يقول هرسلوه. ونقعد وحنا في الفرضيات هذية، حركة النهضة تحب الملف هذا يعاود يرقد من أول وجديد. ما كانش يا قاضي راك أنت تابع قيس سعيد. هذا هو وقت اللي اليوم ملا شنو التوظيف السياسي؟ شنو أعطيونا أثار ودليل التوظيف السياسي؟ معناها إذا كان اليوم القضاء سينصف هيئة الدفاع في الملف الكل وإلا في أوجه الاتهام الواضحة للملف، القاضي هذاك محسوب على قيس سعيد، هو ملف قيس سعيد هذا ساعة؟ مش ملف، ومعركتنا سابقة ومتواصلة أحنا، هذا هو. لكن حركة النهضة ولا مرة جاوبت هيئة الدفاع بدليل قاطع، قالت هذم الجبهة الشعبية توظف فيهم خاطر خسروا في الانتخابات، ثم قالت وظفهم الباجي قايد السبسي المرحوم باجي قايد السبسي لأنه أنهينا فترة التوافق، بعد قالوا دولة الإمارات تمول فيه وكمال الطيف يمول فيه. توا جينا مرحلة قيس سعيد، هذم شنو يعمل؟ يحبوا الملف يتسكر يرقد، نكملوا مسألة الاستفتاء ونشوفوا مآل الحوار ونكملوا عركتنا السياسية، ومن بعد تنشوفوا نعاود ونحلوه، وقتها عاد يخرجوا شطر المتهمين وأدلة الإثبات ما عادش نلقاوها. احنا في ملف الشهيدين نعركوا على تليفونات المتهمين اللي هم متهمين في قضايا إرهابية تهم أمن البلاد. أبو عياض، هل من المعقول يا توينس أبو عياض متهم في قضية شكري بالعيد والمحمد البراهمي وفي ذبح الجنود توينسا وتليفونه ماهوش موجود عند القضاء التونسي؟ هل يستنوا في هيئة الدفاع باش نطالبوه ونخوضوا معارك ونجيبوا لهم حتى رقم الهاتف ونقولوا لهم راهو هاو بدا تشغيله من 2011 وتسكر في 2015، بالرغم انه ابو عياض صادر فيه منشور تفتيش منذ سبتمبر 2012، راهي وزارة الداخلية اكتشفت وأنه أبو عياض يسير في عملية الهجوم على السفارة الأمريكية بالتنصت على هاتفه وحدت موقعه في حمام نلف. اليوم بعد عركة كبيرة احنا في هيئة الدفاع على المطالبة برقم كشف الاتصالات الواردة والصادرة، وخلنا نكشفوا شبكة العلاقات شكون يحمي فيه السيدة ذي وشكون هربوا. اليوم الوزارة ساكتة. اليوم أمس في جلسة الشهيد البراهمي يوم 30-31 ماي تجاوبنا وزارة الداخلية تقول صحيح الرقم الهاتف هذايا كان يستعمل فيه أبو عياض، وصحيح راهو بدا في 2011 وتسكر في نوائي، أنت جبت لنا معطيات جديدة احنا قلنا هالك يعطينا الكشف. قالت لا ما نجموش نعطيكم الكشف خاطر فاتت الخمسة سنوات. نعم، هاو التوظيف نتاع أجهزة الدولة لطمس الحقائق. أستاذة التليفون أبو عياض قاعد يخدم حتى 2015؟ 2015 وما نجموش يعطيو الكشف لأنه فاتت الفترة الخمسة سنوات، وهو كذلك يقول لك ما تحتفظش بك. واحنا نعرفوا ان النظام القانوني نتاع الهواتف تختلف من نظام الفوترة الى نظام البطاقات عن طريق الشحن وغيرها، ونعرفوا انه في الملفات الإرهابية انه المصالح الفنية قادرة انها تجيب هواتف جوالة لمدة 10 سنوات التالي، ونعرفوا اللي ارقام الكشف المكالمات موجود عند وزارة الداخلية، واليوم يقع الامتناع بشكل رسمي ويقولوا ما نجموش. وهذا عينة، هذه عينة، هذا علاش تراهن حركة النهضة، تراهن على بطء الزمن القضائي، على التعطيل، على الهرسلة، على بث الإشاعات، وهذا مش غريب عليها وتعودنا به. قبيلة في الندوة الصحفية سمعت الأستاذ عبد الناصر العويني يتحدث عن حصانة لراشد الغنوشي. شنو موضوع الحصانة؟ يقول قايل توا مجلس النواب وقع حله، راشد الغنوشي لم يعد رئيسا للمجلس بحكم التدابير الاستثنائية وبالقوانين اللي توا تسير في البلاد بعد التأويل السياسي. طبعا كل شخص وإلا كل طرف حر، سياسي هذيك حر، لكن كيف يمكن لراشد الغنوشي أن يبقى يتمتع بالحصانة وخاصة في علاقة بهذا الملف أستاذ أكزار؟ يبدأ متحكم في الأجهزة القضائية، هاو كيفاش نجم متحكم في الأجهزة القضائية؟ في جزء مازال متحكم، مازال راهي معركة تفكيك التمكين الإخواني داخل أجهزة القضاء مازالت متواصلة، والمعركة ولم يتعافى القضاء التونسي بعد، راهي معركة صرفت عليها ياسر حركة النهضة واستثمرت فيها وفي مفاصل الدولة وحتى في أجهزة أمنية أخرى، لكن فما قضاة أحرار
وشرفاء وهم كثر هم اللي قاعدين يحاربوا. المنظومة مازالت ما تحررتش، فما قضاة يحاربوا وهم شوف قضية تحقيق 12 المتعهد بملف شهيد البراهمي وقت اللي توجهنا له سابقا وقلنا له راهو فما غرفة سوداء وفيه حقائق صادمة وراهو كذا، نادى قيادات أمنية عليا في وزارة الداخلية واسمح وأكدوا كلام هيئة الدفاع هذا، فقام بالتوجه وهي سابقة في تاريخ القضاء التونسي، فقام بالتوجه إلى وزارة الداخلية بصحبة ممثل عن النيابة العمومية وهز معاه معناها من الحرس الوطني كمين باش خرجوا المحجوز غادي اللي مخبي. وقتها القاضي هذا كيخدم طبقا للقانون النهضة قالت هذا تابع لهيئة الدفاع، وجندت العبيد باش تطلع تسبه وجندت وتهدد السيد وحتى من قبل زملائه، لكن مارس القانون والنهضة ما نجمتش تثبت ولو بالدليل الأدنى أنه تابع لأي جهة كانت، وما قدمتش فيه شكاية جدية تثبت التورط السياسي وإلا الموالاة متاعه، وثبت أنه إجراءاته سليمة. واليوم فما ملف تحقيقي بخصوص الغرفة السوداء. احنا كشكينا بشير العكرمي واتهمناه بحماية راشد الغنوشي اثبتنا ذلك، وكتهمناه بالتستر على مجرمين اثبتنا ذلك، واليوم هو متهم ومحال في قضايا تحقيقية. راهو سهل ياسر انك تتخبى تحت عباءة التوظيف السياسي، وسهل ياسر انك تتهم العباد، اما الأصعب أنك تثبت صحة كلامك. راهو القاضي الغير مستقل والمرتشي واللي يخرق في القانون نجم تشكي به وتقدم أدلتك الدامغة، والقرارات القضائية اللي ما تعجبكش كما قرار تحجير السفر نجم تطعن فيه بالقضاء أما ما تتخباش في الجحور وما تتخباش تحت يافطة التوظيف السياسي اللي احنا عانينا منه. التوظيف السياسي اليوم عملية استباقية تقوم بها حركة النهضة باش تهرسل الملف من نول وجديد وتقولوا اي قرار باش تاخذه مجددا راك تابع قيس سعيد، ما تابعين حد، احنا تتوانسة وهذا ملف تونس وهذا جزء من تاريخ تونس، والترسابيديتي في الملف هذية ناطقة للقضاة اللي مروا عليهم الكل وباش يدخلوا لتاريخ تونس، أما كل واحد من باب. التواريخ موجودة والقرارات موجودة، واللي عنده دليل يثبت براءته ولا إدانته عليه كان يقدمه، أما إنها اليوم نتخباو هاو توظيف سياسي هاو غيره، هذه مسائل تعودنا بها من حركة النهضة، وذاك علاش قلت لك هذه جولة، هذه إحدى الجولات ومازالت المعركة المستمرة، لأنه راهو إحنا بالرغم علاش قلت لك راهي معركة التمكين معركة كبرى. أي أين المرحلة المقبلة أستاذة كزارة؟ اليوم الملف بالنسبة لكم مساره الصحيح كيفاش ينجم يكون بالنسبة لهيئة الدفاع؟ المسار الصحيح اليوم راهو يلزم تصير الاستنطاقات والسماعات والتسخير اللازمة اللي خولها القانون في كنف القانون، ورحنا أول وحيد باش نكونوا ضامنين لحسن سير الإجراءات وللمحاكمة العادلة. احنا رانا ذقنا اش معناها مرارة التوظيف السياسي للقضاء التونسي، واحنا راهنا على القضاة الشرفاء لتحرير وخوض مسألة استقلالية القضاء، لأنه ما عندناش حل في البلاد هذية ومن استقلالها ومن الاستقرار فيها إلا بقضاء مستقل. المنظومة مازالت متعفنة، مازالت ماهيش متوازنة، ولكن فما قضاة النجم نعولوا عليهم، وذاك علاش ما مشيناش للتدويل، وذاك علاش صبرنا عليهم وماناش مزروبين، ماناش مزروبين برغم الهرسلة، ماناش مزروبين وماناش مسلمين في حقنا ولا في حق البلاد هذه. واضح. شكرا لك استاذه ايمان كزاره، ميرسي بوكو اللي جيت بحضنا، موافقين في هيئه الدفاع الشهيدين. شكرا لكم الكل اللي تبعتونا، ميرسي احلام العبدلي، شكرا لك في الاعداد، امينوس في الاخراج، يحيى بن عماره في المساعده على الاعداد. خليكم توت سويت مع زينب الملكي.